حالتها وتم احتجازهم من الحوثيين، وبالتالي موضوع عودتهم ما كانش سهل ابدا ابدا. ولكن زي ما بقول لحضراتكم، الدوله بقى لها حوالي شهرين بتسعى انه الصيادين المصريين يرجعوا، والحمد لله رجعوا سالمين، بالتزامن كمان مع يعني اجلاء المصريين المغتربين في مدينه ووهان الصينيه، الحمد لله برضو رجعوا سالمين. فاعتقد ده خير دليل على انه قيمه المواطن المصري في الاعالي دايما لدى الدوله المصريه. مظبوط يا محمد، والجميل كمان ان راس الدوله المصريه هو سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، كان مهتم بنفسه ومتابع لحظه بلحظه قضيه عوده الصيادين المصريين. عبر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على فيسبوك او تويتر عن سعادته وهو بيتابع الجهود المكثفه لانهاء ازمه احتجاز 32 صياد مصري في دوله اليمن. يعني كمان خلينا نقول انه سيادة الرئيس كتب على صفحته على تويتر ان هو